عليها وفي بالك. مرحبا، اللي يحب يبني دار العمر اكيد مش يخمم انه يدخل لها الماء، بطبيعة الحال من الاول ما يخممش في الفاتورة، لكن هات عطينا الكونتور وربي يعمل لي. وباش يولي عندك الماء يلزمك تتصل بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد، وهذا في الاقليم اللي انت تابع له، وتلقى مطبوعة اسمها بطاقة ارشادات. وباش ما تتعطلش هز معاك الوريقات هذوما، اول حاجة شهادة في الملكية ولا عقد بيع ولا عقد مقاسمة، الحاصل وثيقة تثبت فيها اللي انت مالك للعقار اللي مش تركب له الماء. واذا كان الملك البرشة من الناس يلزم ترخيص منهم للشي هذاك، ويبدأ مصحح في البلدية يعني معرف بالامضاء، وتهز معاك رخصة بني ولا رخصة لتدخيل الماء من الولاية ولا البلدية ولا المعتمدية، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، واذا كانت ضايعة نسخة من الباسبور. وماذا بيك تهز معاك رقم العداد متاع جارك، وتهز معاك جواب فيه تمبري فيه العنوان بالكامل، وتهز معاك زادة مثال موقعي للبلاصة اللي انت فيها كان لزم. واذا كان طالب برشا عدادات يلزمك تهز نسخة من المثال الهندسي باش تثبت اللي انت عندك برشا ديار. وبعد ما تصب المطلب مصالح الشركة متاع السونات يعملوا الدراسة، وهذا في غضون 15 يوم يدرسوا لك الملف، وبطبيعة الحال تنجم تتصل بهم مباشرة ولا بالهاتف، وهما يعطيوك المعطيات الكل على مقال الملف متاعك. ما كانش يتصلوا هما بيك، وقتها تمشي تخلص وفما إمكانية متاع التقسيط. وبعد ما تتفاهم معاهم، وهنا يلزم يمشي المالك بيدو ولا وكيله القانوني ويهز معاه بطاقة تعريفه، ويعطيوك الباب متاع العداد باش تركبه وحدك، وتقعد تستنى في المقاول اللي مش يربط الدار بشبكة المياه، واللي يجي في غضون الجمعة اللي من بعدها. أما إذا كان انت باع في عقاري ولا كانت الملكية ترجع للشركة، يلزم يزيد يهز مع الوريقات هذية السجل التجاري والمعرف الجبائي والستاتيو، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية متاع المتصرف. وبعد عاد تبدأ الفاتورات هابتك المتر، والفاتورات متاع السونات تجي كل ثلاثية يعني كل 3 شهور. وهنايا تنجم تستنى الفاتورات وتخلص انت بيدك فاتورتك، وإلا يقصوا طول من الكونت متاعك. إذا كان تحب تتصل بيهم فما ورقة اسمها عقد توطين ولا إذن بالخصم، تعمرها وتهزها للبنك متاعك صحح لك فيها، ويوليو يقصولك مباشرة. أما في كل الحالات يبعثولك أفي دانفورماسيون مش فاتورة، ويعلموك بالمبلغ اللي مش ياخذوه اللي هو مقدار فاتورتك. هذا اللي عندي لكم اليوم، وإن شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. في بالك.